أنا نغم الدعبل، عازفة قانون ومؤلفة موسيقية من سوريا. بدأت تقريباً من عمر 4 سنين أعزف وجرب آلات مختلفة، بما أنه البيت عنا عائلة موسيقية. ولمني اكتشفت القانون تقريباً بعمر 8 سنين، حبيته وحبيت أنه هو آلة كانت مش منتشرة كتير وكتير هيك تتميز. وبدأت شارك بسولو الأطفال وبأوركسترة الأطفال، وشارك بكتير مسابقات. لما بدأت أعزف على القانون بالإمارات ما كان في ناس بيعزفوا هاي الآلة. هذا الشيء يعني خلى علي مسؤولية كتير كبيرة وتحدي لحتى طلع الشيء الحلو، خصوصاً أنه آلة القانون معروفة عليها آلة تقليدية وقديمة، وكل الناس يعني بتحسها بس للشغلات القديمة. لا، أنا حاولت أني أعمل منها شيء جديد، فيرجن يكون مودرن، يوصل صوت القانون بطريقة كتير حلوة، يوصل الكلتشر العربية لكل الناس، مش بس للدول العربية ولكل أنحاء العالم، بس بطريقة كتير هيك مودرن. لما شفت القانون أول شيء بهديك الفترة ما كانت أبداً منتشرة وما كان حدا حتى بيعرفها، وفيها كتير هيك تحدي، ودائماً بيحكوا أن هي أصعب آلة. بس هالشي خلاني كتير أني أتحمس أني أتعرف عليها أكتر وشوف شو فيها إمكانيات، وحسيت صوتها رخيم وكتير فيها أفكار حلوة أنه الواحد يفرجيها للناس، وخصوصاً بالإمارات كبنت ما كان في بنات بيعزفوا على هاي الآلة. فانشهرت أنا كأول عازفة تعزف على هاي الآلة بالإمارات، وهذا الشيء خلاني أنه كتير اكتشف قصص. يعني كانت الآلة تنعزف بطريقة كتير كلاسيكية وتنحط على الإجر وخلص، لا، أنا اشتغلت أكتر على الشو نفسه، أني أعزف وأنا واقفة، اهتم بإطلالاتي بالفساتين تكون مناسبة للديكوريشن الموجود. كتير كنت حب صمم كل شيء يعني لحتى يطلع كله لوك كامل. لما وصلت لمرحلة الجامعة حبيت أني أدرس شيء مختلف، وتضل الميوزك هي مجرد موهبة، فدرست الهندسة المعمارية. بس لما بدأت بالحياة العملية الموهبة غلبت، حسيتها هي الشيء يلي بخليني أعبر أكثر عن حالي. مؤخراً نزلت أغنيتي خلينا نعيش، يلي عملتها بأسلوب وستايل يكون جديد على القانون، لحتى فرجي العالم أنه القانون هو مو مجرد بس آلة كلاسيكية عربية قديمة تراثية بتنعزف بس بالأسلوب التقليدي، لا، فينا نعزفها كمان بأسلوب عصري، وفينا نضيف البيت الأجنبي، وفينا كتير نعمل ميكسات ونوصل هاي الأورينتال أو النكهة العربية بطريقة كتير حلوة تناسب كل الأذواق وكمان المودرن العصر هلأ الجديد. فعزفتها لأول مرة على ستيج بالرام فيستيفال بي ذا بوينت، واختاروها لتكون على نافورة ذا بالم جوميرا اللي هي من أكبر النوافير الموجودة بالعالم. وهذا الشيء كتير شجعني أني دائماً أعمل الأفكار الحلوة والجديدة يلي بتوصل القانون لقلب المستمع يعني. وعن جديد حصلت على ميوزيك أورد وأخذت لقب Cultural Artist of the Year. بنصح أي شخص عنده موهبة وعنده هذا الشغف بالموسيقى تحديداً، لأنه الموسيقى هي إحساس بالأخير. يعني حتى لو الواحد درس أو حتى لو شو ما عمل، الموهبة هي الأساس، وكيف توصل هاي الموهبة للناس. فالواحد ما يوقف عند أي إعاقة بطريقه، بالعكس يضل مستمر ويتعلم ويعطي هذا الشيء من قلبه، حيوصل. وهذا الشيء يلي دائماً نتبعه عنا بديبال كوميونيتي، اللي هي الكوميونيتي اللي أنا عملتها، اللي هي بشجع فيها المواهب وبشجع فيها أي ميوزيشن موجود حالياً بالإمارات، وبنعطي هاي الجرعة من السعادة والتفاؤل للناس اللي بتجي بتحضرنا.